تعليق المواجهة بقدام لاعبي المنتخب الوطني المغربي. نسعدكم تشكيلة الفريقين بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي وتشكيلة السيا أولى محاولات جميلة والهدف الأول لصالح المنتخب الوطني المغربي. الهدف الأول لصالح المنتخب الوطني المغربي لعبة فنية شريعة وهدف عن طريق اللاعب أسامة زميزم. مباشرة دائما عند لاعب أسامة زميزم رائع متميز. حركة رائعة لمسات اليد ديالو لكن الحكم قال ما فيش شيء كتستمر اللعبة لصالح المنتخب المغربي. أسامة زميزم لاعب مهاري متميز من المستوى الرفيع. كانت لعبة كما قلنا لوب من فوق المدافع لكن اللقطة ما اكتملتش هدف وضغط مستمر لصالح المنتخب المغربي اللي مازال متقدم 3 أهداف دون مقابل لصالح المنتخب المغربي. أبغى ينتظر غير لعبة مباشرة راسي هدف جميل آخر من لاعب المنتخب الوطني المغربي أسامة الصغير. ويلا تحدثنا على التألق والتميز ديال أنيس الغازني. تمريرة أكثر من رائعة ورأسية أروع وأنيس الغازني كيسجل هدف رابع لصالح المنتخب الوطني المغربي. بسرعة ما زالت ثنائية ليزر بقى سابق جميلة هم أسود الفوتسال هم ملوك غزال القمة لاعب المنتخب الوطني المغربي ليزر بقى سابق وأسامة ليزر بقى سابق وأسامة ليزر بقى سابق على المقاس وأسامة أسامة زميزم كيسجل الهاتريك الهدف الشخصي الثالث ديالو في هذه المقابلة ثلاثية لأسامة زميزم والمنتخب المغربي كيتقدم 6 أهداف دون مقابل. لعبة جميلة رائعة نزار بقى سابق على المقاس عند أسامة زميزم وزميزم كيسجل الهدف الشخصي الثالث ديالو. كما شفتوا اليوم كانت عندنا أول مقابلة في الدورة ديال الأفرو آسيوية كتنظم في المغرب أول مرة. كنشكروا جميع الدول اللي جاوا عندنا من بلدان بعيدة باش يشاركوا معنا في الدورة هذه. كنشكر اللاعبين اليوم اللي كانوا عند حسن الظن وحققوا 3 ديال النقاط في المقابلة الأولى. كنتمنى نكملوا في هذا المشوار هذا ان شاء الله لما لا نفوزوا باللقب يبقى في المغرب. وحنا هذه الاستعدادات ديالنا كنستعدوا لكاس العالم اللي تنظم في الارجنتين ان شاء الله في شهر اكتوبر. كنتمنوا الجماهير المغربيه تسدد في هذه اللي عندها ما تقول في هذه البلاد هذه وعندها ما تقول في ميدان ديال الرياضه. شكرا جزيلا لكم اللي حضرتوا معنا كصحفيين. شكرا للجماهير اللي كانت معنا اليوم وساندت اللاعبين. تبارك الله عليكم شكرا جزيلا. الحمد لله كما كتشوفوا هذا الفوز هذا كيجيب الثمر ديالو من اللاعبين الحمد لله ومن الاطار الوطني السي عصام والإدارة التقنيه ديال الفريق. كنشكر جميع اللاعبين اللي ضحاو من مالهم الخاص اللي ضحاو من وقتهم واللي ضحاو من الشغل ديالهم اللي خلاو الشغل ديالهم وجاو يلعبوا مع المنتخب بدون مقابل ما كاين لا فلوس لا والو جايين مادام كيلعب على وديت الرايه وديت الفئه. كنشكر المسؤولين اللي عاونونا واللي ما عاونوناش. كان هذا الفوز هذا الرياضي الاول صاحب الجلاله نصر الله محمد السادس وكان هذا المولين الحسن. وان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا في هذا الدوري هذا واللي ما لالو اللقب يبقى مغربي ان شاء الله. المنتخبات اللي ما حضروش معنا كان اسباب ديال التاشيره واسباب ديال الطيران وان شاء الله يكون واحد التفاعل ديال الوزاره التنميه والرياضه ان شاء الله. شكرا. يعطيكم العافيه معكم لاعب المنتخب الاردني لقصار القامه وهارد لك للمغرب وشكرا على التنظيم الحلو وان شاء الله بنعوضها في المره الجايه. بدايه نشكر تنظيم المغرب على هذه البطوله كما نشكر الاداريين والجمهور واللاعبين. حظ اوفر لفريقنا فريق المنتخب الوطني يعني احنا خسرنا 6-3 صحيح للاسف بس هناك راح بسبب السفر توقع السفر كان متعب وعندنا اصابات. نبارك المنتخب المغربي الشقيق ونامل بالله انه نعوضها في المباراه القادمه. هناك في عندنا مباريات الذهاب وبعد عندنا 5 مباريات احنا لا نفقد الامل بالله والامل بالله موجود دائما والحمد لله رب العالمين.